من المجر إلى السويد إلى إيطاليا ودولا أوروبية أخرى، اليمين المتطرف في تصاعد، فما هي أسباب ذلك وما هي تداعياته على أوروبا وعلى علاقة أوروبا بباقي الدول العربية والإسلامية؟ نزعة متطرفة تتجاذب دولا أوروبية تسببت في صعود ملحوظ لأقصى اليمين. وفي السويد على قبل أيام وقعت المفاجأة قبل أسبوع بتقدم التحالف المحافظ على الائتلاف التقدم الحاكم واستعداده لتشكيل حكومة جديدة بمشاركة أساسية من حزب ديمقراطيو السويد الذي قام على بقايا ممن يعرفون بالنازيين الجدد. والآن يأتي الدور على إيطاليا التي فاز فيها التحالف الذي يتزعمه الحزب اليميني المتطرف أخوة إيطاليا في انتخاباتها البرلمانية الأخيرة، وهو الحزب الذي تأسس على أنقاض الحركة الفاشية. وكانت المجر قد سبقتهما في التوجه نحو اليمين المتطرف منذ عام 2010. وتشترك جماعات أقصى اليمين في بعض السمات الرئيسة كالنزعة القومية ورفض التنوع العرقي والاندماج الثقافي. ومع استمرار صعودها سياسيا ويتخوف كذلك مراقبون من أن تؤدي أو يؤدي ذلك إلى تعميق الانقسامات في المجتمعات الأوروبية بين المعسكرين الليبرالي والمحافظ الذي يعارض التعددية الثقافية ويسعى للحفاظ على ما يعده قيما تقليدية تحدد ملامح الهوية الأوروبية. نتابع العرض التالي ثم نشرع في النقاش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من ندوة المغاربية تأتيكم عبر قناة المغاربية، نناقش فيها تطورات المهمة في الساحة الأوروبية والمتعلقة أساسا بصعود اليمين المتطرف. ليس طبعا جديدا الصعود، ولكن هذا الصعود في نظر مراقبين مستمر منذ حتى تقريبا الأزمة الاقتصادية سنة 2008، حيث شهدت وقتها طبعا أوروبا موجات كبيرة من الهجرة أثارت مرة أخرى القومية أو الحمية القومية ما يمكن أن نسميه، والتي تسببت في نظر مراقبين في صعود أو عودة هذه الجماعات الموصوفة بالمتطرفة، والآن تساهم في صنع سياسات أوروبا
الجديدة إما عبر البرلمانات المحلية أو حتى عبر البرلمان الأوروبي. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيفي من باريس دكتور فرانسوا دوروش رئيس منظمة عدالة وحقوق. مرحبا بك دكتور فرانسوا وشكرا جزيلا لقبول المشاركة معنا. وكذلك من باريس دكتور كميل الساري أستاذ العلوم السياسية بجامعة سوربون. دكتور مرحبا بك وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. ودعني أبدأ معك دكتور كميل، يعني هل هناك مبالغة حينما نقول أن هناك صعودا جديدا وملحوظا لليمين المتطرف أو لأقصى اليمين في أوروبا؟ هذا الوصف هل فيه مبالغة أم هو حقيقة؟ أهلا وسهلا. للأسف هذا ليس مبالغة، هذا واقع، والواقع وربما الواقع المر هو أمامنا للأسف، لأن صعود اليمين المتطرف بدأ منذ سنوات بدون شك. ماري لو بان كانت في الدور الثاني لعدة مرات، وكذلك في المجر وفي إيطاليا كانت هناك تحالفات وراءها اليمين المتطرف، ولكن لم يكن يتزعمها اليمين المتطرف كما عليه الشأن في هذه الانتخابات الأخيرة. وكذلك في دول شرق أوروبا هناك نهوض لليمين المتطرف. ما يمكن أن نلاحظه وهو أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وكذلك النمو الديموغرافي الغير يعني ملائم لدول الأوروبية، ويعني هذه الدول هي مجبرة باستقبال مهاجرين يشتغلون وعندهم دور أساسي، ولكن هناك مشاكل بالنسبة للتعايش بين هذه الأوساط والشرائح الاجتماعية. وإجمالا اليمين المتطرف يعني ينتعش مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبطالة وغلاء المعيشة. نعم. اليمين المتطرف يعطي حلول بين ضفرين سهلة الفهم بالنسبة للمواطن، فهو يقول سنطرد كل المهاجرين ونعطي الوظائف للفرنسيين، وكذلك أن المهاجرين يأخذون الكثير من المساعدات، وهذه المساعدات سنعطيها إلى الفرنسيين، فرنسيين أو الأوروبيين أو يعني السكان المحليين. وكل هذا هي ديماغوجيا، نحن نعرف ذلك، لأن المجتمعات الأوروبية هي يعني محكوم عليها بالتعايش مع مهاجرين. نعم. فهي يعني تحتاج إلى هؤلاء المهاجرين. طيب. ونحن نلاحظ في عديد من القطاعات هناك يعني اليد العاملة هي قليلة ونادرة. نعم، هذا التناقص نعود إليه دكتور، لأنه هي تحتاج ولكن في تقول أنها ستطرد الجميع. سنعود لهذه النقطة مزيد من الشرح. دعني فقط أرحب بالدكتور محمد الغمقي الأكاديمي والباحث في الشؤون الأوروبية معي من باريس ينضم إلينا الآن. دكتور محمد مرحبا بك وشكرا لالتحاقك بنا، سأتيك بعد قليل مشكورا. دكتور فرانسوا دوروش، الآن هذا الصعود كما كان يشير له الدكتور كميل الساري، هل يعني أنه هذا اليمين الموصوف بالراديكالية وبالتطرف كذلك، هل فعلا ظاهرة عائدة لأوروبا وتكتسح الانتخابات وتكتسح الحكومات في أوروبا، أم أنه موجود ولكن ليس بالشكل الذي يهدد التعايش في أوروبا؟ السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام وعلى ضيفيكم الكريمين. نحن الآن فعلا أمام تحول تاريخي في أوروبا.
كما وصفته صحيفة لوموند بزلزال سياسي. طبعا أصبحت الآن تحالفات اليمينية المتطرفة تحكم دولها وتهيمن كذلك على برلماناتها الوطنية، وهو ما لم تشهده أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا الصعود الكبير والسريع لأحزاب اليمينية المتطرفة الآن، لا كانوا فكان في البداية يخجلون، ولكن الآن لا يوجد هناك خجل، لا تخفي جذورها الفاشية والنازية، ويضع القارة العجوز أوروبا أمام تحديات كبيرة مع ارتفاع أصوات هذا اليمين المتطرف المعادي لأوروبا الموحدة، والرافض كذلك على التخلي عن السيادة الوطنية لأوروبا، والمعادي كذلك كما قاله ضيفكم الكريم، المعادي للهجرة للمهاجرين وخصوصا من دول الجنوب من أفريقيا. ولكن خطورة صعود هذا اليمين المتطرف ليس فقط في سياسة الكراهية ضد الأجانب، ليست فقط هي في هذه السياسة سياسة الكراهية، ولكن على مستقبل الديمقراطية والأفكار التنويرية في الغرب. ويتمثل كذلك هذا التهديد اليوم للمد اليميني في صعود يعني في الأجنحة الفاشية والنازية التي تتكلم عليها بكل يعني بكل حرية، والذي أصبحت الآن تكلمتم على بعض الدول، ولكن الآن في إيطاليا، السويد، اليونان، فرنسا، إسبانيا، النمسا، المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، أوكرانيا، بولندا، أوروبا الشرقية كذلك دكتور، رومانيا، نعم. والمجر والتشيك، طبعا المجر الذي يحكمها الآن حزب يميني متطرف من سلالة النازيين، يجب أن يقول، يجب أن يعرف كل الناس، هو نازي مجرم كذلك، يعني وفيكتور أوربان يعرفه هو كذا. حتى حزب ديمقراطي السويد اللي حقق نتائج مهمة في الانتخابات يقال أنه في أصوله نازيين جدد، وحزب جورجيا ميلوني في إيطاليا نفس العملية، هو مبني على بقايا الحركة الفاشية في إيطاليا. طبعا ونقول ان حتى فيكتور أوربان اسس نظاما يعني استبداديا انتخابيا تقوم سياسته على مناهضه الاجانب، وعنده يعني عند هدف واحد ان يعارض الاتحاد الاوروبي ويمنعه من التقدم. نعم. هذا ليس هذا الصعود الكبير والسريع لليمين المتطرف منذ اليوم، يعني منذ قلت أنتم منذ عام 2008، ولكن من عام الثمانينات سلالة النازية والفاشية لم تخفي أفكارها أبدا في أوروبا، ولم والآن تعبر عليها بصراحة وتقول عن وتقول أن أنها أنها أن المشكلة أن هناك كانت أحزاب سياسية يسارية قوية، ومنذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات هذه أصبحت الأحزاب يعني تكون أقل قوة، وهذه الفترة التي شهدت تغييرات كبيرة كذلك في أوروبا من تفكك الاتحاد السوفيتي، من عصر الرأسمالية الصناعية الذي أصبح يتعقد، تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية كذلك، وكذلك أصبح الظهور أحزاب يمينية متطرفة، نعم. يعني كانت تتمنى خطابا شعبويا قوميا، يعني نعم. تعادي الأجانب وتحمل مشكلات بلدانها للهجرة والتعدد الثقافي. جيد، وقادرة كما أشار دكتور كمير، قادرة على الإقناع، لأن تتكلم ببساطة وبعبارات بسيطة. أضيف شيء بسيط، ظهور ما أصبح ما يسمى بالإرهاب الإسلامي جعلت من الحرب ضد الإسلام واحدة من موضوعاتها. جيد، سنعود لهذه النقطة دكتور، متفق عليها كل الأحزاب اليمينية. نعم، سنعود لهذه النقطة ولنفهم لماذا تتخذ من الإسلام والمسلمين سببا في الظهور، ولماذا تخوف من الإسلام والمسلمين برغم
أن الإحصائيات الرسمية تقول أن غالبية المسلمين ناس مسالمين، بل مساهمين في اقتصاديات البلاد، مساهمين في بث القيم الإنسانية كذلك، مع وجود بعض المتطرفين هنا وهناك كما لا تخلو أوروبا كذلك منهم. سنعود لهذه النقطة بعد قليل. دكتور محمد الغونقي الأكاديمي والباحث الشمال الأوروبي، ورحب بك مجددا. ونحن في إطار محاولة الفهم لأسباب ظهور هؤلاء، هل فقط فعلا السبب هو فيما يتعلق بكثرة المهاجرين، كثرة مظاهر التدين خاصة الإسلامي هي التي حركت هؤلاء ودفعتهم إلى مراتب متقدمة في الانتخابات في كثير من الدول الأوروبية، أم أن هناك أسبابا أخرى ذاتية داخلية محلية متعلقة بالسياسة الأوروبية وبالأحزاب التي أدارت الشان السياسي في العقود الماضية؟ أولا شكرا على الاستضافة، مرحبا أيضا بضيفيكم الكريمين. بالنسبة للأسباب صعود أقصى اليمين، كما تعلمون الأسباب معقدة جدا، هناك الأسباب الذاتية والداخلية وهناك الأسباب الخارجية. إذا قلنا أخذنا من الاعتبار أيضا التحولات الجغرافية السياسية في العالم، فأوروبا يعني كما تعلمون كانت دائما تعتبر هي يعني رمز لهذه القوة المادية كقطب يعني سياسي مهم جدا، بدأت تتراجع. وداخليا هناك السياسات المتعاقبة، إذا الجانب السياسي الداخلي هناك شعور بالفشل في إدارة شؤون الاجتماعية والاقتصادية خاصة. هذا الفشل بالطبع كما قال ضيفكم يعني تنتعش هذه الشعبوية في إطار الأزمات الاقتصادية والفشل الذي السياسي، وإبراز أن هذه الحكومات المتعاقبة في عدة بلاد من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية فشلت في إدارة الأمور. إذن موضوع الإدارة والسياسة الداخلية أيضا قام بدور كبير جدا في إبراز أو في أعطاء يعني دفع لهذه القوى الشعبوية. وأيضا هناك ما يسميه الملاحظون والخبراء القلق الوجودي أو القلق الحضاري، يعني هناك شعور بأن أوروبا يعني نظرا للأزمات التي تعيشها لا تجد حل إلى حد الآن، يعني لم يستطع أحد أن يقدم حل يعني مقنع. وأضافت يعني جائحة كورونا أزمة على أزمة، وجاءت أيضا حرب روسيا على أوكرانيا، أيضا كل هذه العوامل جعلت هناك قلق حضاري، قلق وجودي للرجل الغربي، الإنسان الغربي، فتجعله يعيش هذا القلق ويبحث عن حل. والحل يعني بالطبع سيجده في هذا الخطاب كما قال الشعبوي البسيط، هناك مشاكل ومن هو السبب فهو الآخر بالطبع، وهذا بالطبع يقنع الكثير يعني. أما الجانب الآخر وهو لا ننساه، هو الجانب كما قلت المنظومة الأوروبية الآن تعيش إشكال كبير جدا، خاصة بعد الحرب روسيا على أوكرانيا. هذه المنظومة تعيش أزمة، وأن القطب الأوروبي وخاصة مع البريكسيت وخروج بريطانيا، وبدأت المنظومة الأوروبية تضعف يعني هذه الوحدة الأوروبية، وظهور يعني أطراف يدافعون عن السيادة الوطنية على حساب السيادة الأوروبية، كل هذه العوامل جعلت أيضا يعني أن شعور بأن أوروبا اليوم ليست أوروبا الأمس. هناك تراجع كبير أمام صعود قوى أخرى مثل الصين وغيرها، وأمريكا أيضا أصبحت عبارة تقوم مثلا الآن الحرب في روسيا عبارة حرب الوكالة، أوروبا هي في الصف الأول. هذا الشعور بأن أوروبا تتراجع حضاريا وسياسيا ودوليا، هذا أيضا يساهم في إجعال الناس تتساءل إلى أين تسير أوروبا. بالطبع يصبح قضية الهجرة غير القانونية كما يقول شماعة من أجل القول إذا كانت هناك مشاكل فالسبب هو الآخر، هناك الهجرة القانونية. وهناك أيضا قضية يعني شيئا فشيئا نلاحظ ضعف في ما يسمى بالتعددية الثقافية، عقلية نحن يعني الأوروبيين نحن نمتلك القوة المادية وذلك، وهذا نوع من الاحتكار. نعم. هذه الرفاهية، هذه الحضارة، ولا نريد الشعوب الأخرى تتمتع بها، وبالتالي كيف يأتي شعوب أخرى وتريد أن نتقاسم هذه الثروات ونتقاسم هذه الحضارة. لكن هناك عودة تراجع في قضية مع الأسف الجانب الحضاري، مطلوب منه أنه هناك تعددية والقبول بالآخر، لكن هناك تراجع عن هذا التوجه نحو من الفردانية، نحو من يعني نوع الشعور بالذاتية
على حساب الآخرين. دكتور كميل، يبدو من خلال المواضيع التي يطرحها أقصى اليمين في حملاته ويقنع بها عدد لا بأس به من المواطنين، تساهم كذلك في انتصاره في الانتخابات، أنه مشكلة الهوية حاضرة باستمرار، مشكلة ما يسمى بالقيم الأوروبية حاضرة باستمرار. يبدو أنه هذا ليس فقط بسبب الهجرة أو بسبب المسلمين، يبدو أنه هناك صراع بين المعسكر الليبرالي والمعسكر المحافظ. نجد هذه الأحزاب اليمينية على سبيل المثال ضد الإجهاض، ضد المثلية، تدعو إلى ظهور وبروز المعالم المسيحية في المجتمع، ترفض التنوع الثقافي، حتى أنه في المجرة رئيس الحكومة يقول نحن على استعداد للاختلاط مع بعضنا البعض، لكننا لا نريد أن نصبح شعوبا مختلطة الأعراق. هذه العبارات والحديث حتى عن القيم، لا يتحدث المتطرفون اليمين المتطرفون عن المهاجرين فقط، يتحدثون عن القيم كذلك، قيم الهوية الأوروبية التي ذهبت مع الليبرالية. هل فعلا هناك مشكل هوية في أوروبا يعود مع عودة أو يتسبب في عودة أو يستعمله ربما اليمين المتطرف في العودة للمشهد السياسي؟ نعم، هذا صحيح ومهم جدا. اليمين المتطرف هو لا يعني يسلط الضوء فقط على الهجرة والمهاجرين، وعلى وهو يربطها بعديد من المواضيع التي كلها هي رجعية من الناحية الاجتماعية. مثلا الإجهاض، هم ضد الإجهاض، ضد المساواة بين الرجل والمرأة، ضد المثليين، ضد يعني كل ما هو تقدمي وهو ما هو عصري. فهم محافظون يودون الرجوع إلى الوراء، ويودون وهم عندهم نوستالجيا، يقولون حبذا نرجع إلى الخمسينات، كنا نعيش بين الفرنسيين أو الألمانيين أو الإيطاليين بدون أجانب إلى آخره. وفي في في نفس الوقت هذا يعني هو ضد التطور الاقتصادي والاجتماعي. أرباب العمل هم الذين ذهبوا إلى ديار سواء المغرب العربي أو إفريقيا أو دول أخرى للبعث على المهاجرين، كانوا يأتون بهم في 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 يعني حافلات وفي بواخر بأعداد كبيرة، لأنهم كانوا يحتاجون إلى اليد العاملة. والآن مشكل الديموغرافيا هو مشكل يعني الساعة. إيطاليا مثلا هي تفقد من الناحية النسمة تفقد آلاف والآلاف، وفرنسا تحتاج إلى اليد العاملة في عديد من المناطق. إيطاليا فيها ما يسمى دكتور بالتهرم السكاني، نسبة التهرم السكاني مرتفعة في جنوب أوروبا. نعم، ونرى أن ألمانيا تعرف الشيخوخة. إذا لم تكن هناك هجرة، إذا لم يكن هناك الرجوع إلى استقطاب يعني مجتمعات أخرى ودمجها ومحاولة يعني إعطائها فرص الشغل، المشكل الأساسي هو التعميم. يعني لما يقوم مهاجر بجريمة أو بسرقة، فكل المهاجرين هم متهمون بما فعل. ونحن نعرف أن الإجرام الكبير وكذلك هو يأتي من عناصر خارج الأفارقة والعرب، يأتي من مجتمعات سواء فرنسية محضة أو غيرها. ولكن أنا أود أن أسلط الضوء على استعمال اليمين المتطرف كأداة للوصول إلى السلطة، ومن طرف اليمين واليسار
أنا أقول وأقولها بشكل جازم لأنني كنت داخل هذا اليسار وناضلت فيه، أن مثلا فرانسوا ميتيرون يعني ساعد لوبين لكي يقوم ويظهر في الشاشات ويحصل على نتائج، كان لوبين كان لا يتجاوز 1% من الناخبين، ومن وبعد سنوات يعني إبان عهد ميتيرون وصل إلى 15 يعني، ولكن هذه كانت استراتيجية، ليس من اليمين المتطرف ميتيرون، وحتى الشيوعيون يعني ساهموا في ذلك ليس حبا في لوبين وفي اليمين المتطرف، ولكن لكي يفرقوا ويكسروا جبهة اليمين. وكنا هنا في هذه المنطقة، المنطقة الشعبية سان دوني التي يتواجد فيها مهاجرون كثيرون، كنا نربح انتخابات، يعني أنا أتكلم على اليسار، نربح انتخابات بفضل بين ضفرين تواجد اليمين المتطرف الذي كان يأخذ الأصوات لليمين التقليدي. فهناك استعمال، ولكن الآن هذه الدمية أصبحت كبيرة. تواجد حزب الجبهة الوطنية يعني لوبين في البرلمان الفرنسي ليس حاليا بعدد كبير لم يكن يعني عنده سابق، هذا لم يأتي محض الصدفة، هذا أتى لأن هناك استراتيجية. إما اليمين اليسار المتطرف لا يود أن يحصل ماكرو على الأغلبية، وماكرو لا يود أن يحصل مولانشو والجبهة يعني اليسارية وهم يتفاوضون ويؤامرون على حساب الهجرة والمهاجرين، ولكن هذا خطر كبير لأن اليمين هو لا ننسى ما وقع في الماضي مع الفاشية ومع النازية، لا يجب اللعب بالنار، ويجب توضيح ما هي أسس هذا الفكر، هذا الفكر واضح الرجعي واضح يعني دكتور. نعم. سنعود بعد ذلك. دكتور فرانسوا، أود فهم منك كذلك، هل فعلا هناك أزمة هوية في أوروبا؟ ما الخطر الذي يشكله كما أشار الدكتور كميل بروز وصعود اليمين على تماسك المجتمع الأوروبي؟ لأنه يبدو كأن هناك صراع هوية أو صراع فكر أو صراع قيم بين الليبرالية وبين المحافظين. هل تعيش أوروبا هذا النوع من الصراع المتعلق بالهوية والتعريف بالنفس؟ المجتمع الأوروبي الآن يعرف يعني صراع بالهوية والتعريف بالنفس، وعلى كل حال أمام أوروبا لا يوجد إلا هناك فقط شيء واحد، هي أن تتمسك بقيمها الديمقراطية. أوروبا التي بديمقراطيتها سمحت لليمين المتطرف القدوم إلى الحكم، فعلى الديمقراطية أن تنزعه من الحكم. طبعا كما قال سيد ضيفكم الكريم، الآن هناك ما هو يعني هناك طبعا مشكلة الهوية، ولكن هذه حجة حتى 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 تستطيع أن تأخذ أصوات أمام في السياسة. ولكن الأمر أنا لا، ولكن لست موافق على ضيفكم الكريم عندما قال أن السيد ميتيرون حاول يعني أن يعطي للوبان. طبعا كان لوبان كان 1% 2%، ولكن لم يعطيه حتى يتقدم يسار اليمين المتطرف، أعطاه حتى يربح. وإذا كان هو يعني مقابل اليمين المتطرف فسيربح 100%، يعني كانت هناك يعني نوع من الخبث السياسي حتى ينجح ولكن ليست هدية لليمين المتطرف. يجب أن نوضح هذه الفكرة لأنها هامة جدا. والشيء الهام جدا كذلك أنه كما قال كذلك ضيفكم الكريم أن هناك تراجع اليسار التاريخي في أوروبا، أسباب متعددة، هناك يتداخل فيها السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي، الإيديولوجي، وهناك كذلك
انتشار ثقافة الفردانية في أوروبا، واستحلال كذلك هذه الطبقة العاملة الصناعية التي أصبحت غير موجودة كذلك في بهذه بنفس القوة التي كانت عليها في القديم، والتي كانت كذلك تشكل مثل حضانة للأحزاب اليسارية، وكذلك التقنيات التواصل الحديث ساهمت في بشكل فعال في نشر أفكار اليمين المتطرف وتداولها، وكذلك والتنسيق بين هذه الحركات اليمين المتطرفة في كل أوروبا، وفي تطوير كذلك خطابها العنصري المناهض الآخر غير الأوروبي. علينا كذلك أن لا ننسى أزمة الديمقراطية في الغرب، أصبحت هناك أزمة، الناس لا تذهب حتى من أجل الانتخابات. ما الذي سمح في اليمين المتطرف الحصول على سلطة في إيطاليا؟ لأن الناس كانت عجز، لم يذهبوا إلى التصويت. الغرب أصبحت هذه أزمة الديمقراطية في الغرب أصبحت عاجزة عن ذلك، عن الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها كذلك التحولات المتسارعة والمعقدة التي تشهدها المجتمعات الحديثة في أوروبا وفي العالم كذلك. وكذلك هناك يعني يجب أن نقول أن هناك هي بعيدة عن التمثيل الحقيقي للشعب، هذا اليمين المتطرف، وهو ما يجعل كذلك هذا اليمين المتطرف يستفيد من اشمئزاز كذلك الشعب. لكن هو الدكتور فرانسوا، يعني القول أنها بعيدة عن التمثيل الشعبي هذا نسبي، يعني دون أن تعميم، لأنه لما تنظر الانتخابات الإيطالية كان هناك مشاركة، وهذه المشاركة لأول مرة تأتي نسبة كبيرة لحزب واحد أو لتجمع واحد قادر لمفرده أن يشكل حكومة لمدة طويلة، لم تحصل هذه في إيطاليا، مما يعني أن هناك رضا وقبول شعبي بمثل هؤلاء. يعني عفوا، حصلوا على 26%، ليس 50%، لم يستطيعوا، لا يستطيعوا لوحدهم، هي ثلاث أحزاب متطرفة، ولكن هذا يعني وحدة هذه الأحزاب المتطرفة التي تأخذ الحكومة، ولكن ليس هذا الحزب 26%، ليس نعم ليس لا، التحالف قادر مش عارف 10 أو 11 مقعد إضافي، قادر أن يشكل الحكومة لمفرده. هؤلاء الناس الذين لم يذهبوا حتى يعني، لأن أصبحت الآن أصبح الناس يعني أفقدوا يعني وثقتهم بالسياسيين، وأكسبهم كذلك ثقة البسطاء الذين غالبا ما يصوتون لصالحهم عقابا للأحزاب السياسية التقليدية التي خانتهم على مر السنوات الماضية. وكذلك يجب أن نعرف أن اليمين المتطرف يعني يجد أسوأ ما في التقاليد الإيديولوجية الأوروبية. هناك عندنا الأصولية القومية، هنا عندنا الدوغماتولية، هنا المناهضة للتنوير، هناك السلطوية السياسية، هناك عندنا الكاريزما الشخصية. كل هذه الأفكار شوفينية عرقية عنصرية تمجد الأمة وتقصد وتقدس كذلك العرق الأبيض، وتحمل كذلك كراهية الأجانب. بناء على هذا الدكتور، هي منافضة للمؤسسة كذلك، وكذلك سريعة وعم نوقف الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي وطرد الأجانب، هذا غريب، وخصوصا للمسلمين، وإسقاط الطبقات السياسية، هذه يعني، وحماية الاقتصاد الوطني كذلك، هذه أشياء يعني غريبة غير معقول. تطبيقها. طيب دكتور فرانسوا، ابقى معي، أعود إليك. دكتور محمد الغمقي، هذه المخاطر التي كان يشير إليها الدكتور فرانسوا، ما أثرها على الداخل الأوروبي ذاته، على تماسك المجتمعات الأوروبية؟ يبدو أنه اليمين المتطرف ليس خطرا على الأجانب، وليس خطرا على الإسلام كدين وغيره، هو بالدرجة الأولى خطر على هذه المجتمعات كما يقول كثير من المراقبين، لأنه يسعى إلى تقسيم هذه المجتمعات. فما الخطر الذي ربما تواجهه أوروبا في قادم الأيام فيما يتعلق بالعلاقات المجتمعية الداخلية وكذلك الاتحاد الأوروبي؟
يعني هناك أحزاب يمينية كثيرة في أوروبا تطالب الآن بالخروج مرة أخرى من الاتحاد الأوروبي. دكتور لو سمحت يعني نرجع قليلا إلى كلام ضيفكم. أنا لست متفق تماما مع أستاذ كميل ضيفكم عندما يقول يعني فعلا لابد أن نخرج الآن من قضية المصطلحات هذه الرجعية وقضية الحداثة وغيرها، يعني أنه أصبحت الآن يعني هذا الكلام يعني لابد أن يراجع لأنه في من الستينات والسبعينات، وثم الموضوع إلى ما هو المقصود بالرجعية، ما إذا لا يعني لابد أن نراجع مثلا إذا كانت الأقصى اليمين الآن في إيطاليا كان شعاره الله الوطن الأسرة وربح 26%، إذا كانت لوبان تتكلم عن المجتمعات المسيحية ووراءها 42% من الشعب، يعني أنا موضوع الهوية رقم واحد أظنه الذي هو ولو كان قضية الهجرة تقدم كمشكلة رئيسية، ولكن في الواقع هم يعني أحببنا أم كرهنا هناك هذه الأحزاب تقولها بصراحة أن هناك إشكال وجودي بالنسبة إليهم مع تقدم الدين الإسلامي في المجتمعات الأوروبية ليصبح الدين الثاني، وهذا لابد أن نكون واضحين في هذه المسألة لأن هناك تخوف كبير بالنسبة إليهم أن الكنائس فارغة والمساجد ممتلئة، وهذه بطبع بالنسبة إليهم هذه تثير إشكال كبير في قضية الهوية. يعني هم هناك عجز كبير لدى الكنيسة أن تعود الديانة المسيحية إلى قوتها، وهم يرون أمامهم يعني ليس فقط أبناء المسلمين يعودون إلى تدينهم من المساجد في رمضان وغير ذلك ممتلئة، بل أكثر من هذا هناك موجة اعتناق الإسلام رغم الإسلاموفوبيا وغيرها. هذا موضوع لابد أن نأخذ مع الاعتبار، وعندما يأتوا هم يدافعون على قضية الأسرة وأيضا محاربة بالنسبة لهم المثلية، فلا نستطيع أن نقول هذه رجعية، هذه الحفاظ على الأسرة. نحن نختلف ما في قضية يعني هذه العنصرية ضد الآخر والعرب والمسلمين، هذا موضوع، لكن موضوع الحفاظ على الأسرة اللي أصبح الآن المجتمعات الغربية تعيش إشكال كبير، يعني البنت الآن فيه نقص يعني نتيجة هذا المسار الآن الذي نعيشه على مستوى العالمي كامل، وفيه أوروبا هي باعتبارها المنظومة الغربية هي المنظومة البارزة وهي المؤثرة في العالم، قضية التشجيع على المثلية وتشجيع على الإجهاض مفتوح هكذا، طبعا هذا أضعف المجتمعات الأوروبية أضعفها، والدليل على ذلك الآن 76% طفل يعني أقل في المدارس الفرنسية، يعني هذه السنة الدخول المدرسي 76 ألف طفل أقل من السنة الماضية، يعني المجتمعات نحو الشيخوخة، ولعل هذا النظام يعني قضية الأسرة هي نواة المجتمع، إذا كانت هذه المجتمع الأسرة يعني جيدة وفي وضع طيب كان المجتمع طيب، فبالتالي أظن أنه لابد أن نراجع ما هو نقاط الاختلاف مع هذه القوى وما هي نقاط الاشتراك المشتركة، والتي فعلا أظن قضية الأسرة وقضية الحفاظ على تماسك الأسرة، لأن الأسرة الغربية هناك يعني مشتتة، فعندما يرون الأسر المسلمة نوعا ما متضامنة فيما بينها، وهذا كما قلت هذه التدين لدى المسلمين وهناك موجة الاعتناق، فموضوع الهوية يصبح فعلا وقد قالوه بصراحة. يعني ولكن يبدو دكتور أنه حينما اليمين المتطرف يعرض أو يعترض على المثلية وعلى الإجهاض وغيره يبدو أنه في مشكلة حتى في الحرية نفسها، في مفهوم الحرية، في ضوابط الحرية. الليبرالية كانت كل شيء مفتوح بدون ضوابط، هؤلاء الآن يرفضون هذا ويغلقون هذا وضد هذا القانون ومع هذا القانون. يبدو أنه ليس مشكلة الهوية فقط، هي فيه مشكل آخر أعمق، يبدو هو مفهوم الهوية، يبدو أنه كذلك يحتاج إلى مراجعة مع صعود هؤلاء، أليس كذلك؟ بالطبع، هو يعني أنك تفرض هذه الأشياء فرضا أنك يعني من يريد أن يجهض أو مثلية لابد أن تكون في إطار أيضا حرية، يعني وليس يعني أن تفرض آراءك بالقوة. هذه الأحزاب الإشكال أنها تريد أن تفرض مثل آراءها ومواقفها ووجهات نظرها عن طريق القوانين، يعني ولعل دخولها للبرلمان أو مساكة بالسلطة لأنها تريد أن تفرض مثل هذه الأشياء، وهذا هو الخطأ هنا يعني. لكن لابد أن أيضا نصرح أن هناك فعلا مجتمع أوروبا كما قلت اليوم فيها إشكالات اجتماعية كبيرة وقضايا لها علاقة بالهوية،
ولكن بالطبع يعني إذا أضفنا إليها المشكلة الاقتصادية والمشكلة الاجتماعية، فأظن أن هذه القوى، لو أن ما يسمى القوى الأخرى المتقدمة والتقدمية، أن تراجع أيضا في مواقفها، في علاقتها مع أن تساند، لابد تساند يعني الأقليات العربية المسلمة في نعم هذه البلاد، وأن تعطي يعني حتى لا تكون هناك فعلا خطر على أن هذه القوى الأقصى اليمين ستصل يوم من الأيام إلى السلطة. يعني فرنسا مهددة جدا فعلا، 42% لأقصى اليمين، هو 89 نائب في البرلمان، يعني نعم ليس هناك غراب أنه في المرة القادمة لوبان تصل إلى السلطة. نعم يعني لوبان هناك في الانتخابات فرقة الأخيرة الرئاسية حصلت على 41.5% برغم فوز ماكرون. طيب دكتور ابقى معي، أعود إليك بعد قليل لأنه لابد أن نودع الدكتور كميل الساري، وأود سؤالك عن ما ينتظر أوروبا في المستقبل، المجتمعات الأوروبية في المستقبل دكتور كميل أمام صعود هذه المجموعات اليمينية. هي هذه المجموعات اليمينية ليست يعني مبنية فقط على العنصرية ومعاداة المهاجرين. أنا عشت في أحياء شعبية يعني كان يهيمن عليها الحزب الشيوعي الذي كان يناضل ضد القوانين والنظام، وهؤلاء الناخبون الذين كانوا في الحزب الشيوعي تحولوا إلى الجبهة الوطنية، إلى لوبين. ف يعني ما يسمى ببعض الناخبين الذين هم ضد النظام وضد ما يسمونه بالمؤسسة، سيستم المؤسسة، ويقولون أننا يجب ربما أن نعطي حد لهذه الأحزاب التي أقصيت من السلطة. ومارين لوبين لم تبني وكذلك عليه الشأن يعني في دول أخرى فقط على خطاب حول الهجرة، فتكلموا على القدرة الشرائية على المواطن الفرنسي إلى آخره. وأرجع إلى هم يعني رجعيون، لماذا هم رجعيون؟ يودون الرجوع إلى عندهم حنين، سواء في إيطاليا. إيطاليا ما هو المرجع؟ مرجع يعني حزب جورجيا ميلوني، موسوليني الإخوة، هو الفاشية، هو ميسوليني. ميسوليني كان هو الحاكم لإبان الحرب العالمية الثانية، وكذلك عليه الشأن يعني بالنسبة لزعماء اليمين المتطرف النازي، مثل الذين عندهم حنين يقولون فرنسا من قبل كانت أجمل وكان يسودها البويض إلى آخره. هنا الإشكالية هي إشكالية اجتماعية، ولكن بطبيعة الحال هي يعني ديماغوجية محضة، ولكن هي دكتور خطيرة جدا. الدكتور هو الديماغوجية خطيرة طبعا، لكن أنا سؤالي كان مهم لأنك أنت عشت هذه التجارب في فرنسا أكيد. المجتمع الأوروبي وممكن تكون حتى فرنسا نموذجا، كيف سيكون مستقبله في ظل صعود هذا اليمين المتطرف؟ هل سيبقى على ما هو عليه؟ هل يشكل خطر؟ هل يشكل هذا اليمين أسباب قوة لأوروبا أو للدول الأوروبية، أم هو يشكل أسباب ضعف؟ هذا الذي أود أن أفهمه، مستقبل أوروبا في ظل ظهور هذه المجموعات اليمينية. هناك أولا هناك أخطاء فادحة قلتها للسياسات الاتحاد الأوروبي في الملف الروسي، في ملفات عدة حول العقوبات التي فرضت على روسيا والتي ترجع إلى 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 إلى, إلى يعني الشعب الفرنسي الألماني الأوروبي. يتضرر بها هناك شعوبنا. هناك أخطاء ولكن الإشكالية وهو تجربة أن الشعوب لم تجرب بعد مثلا مارين لوبين. وأنا أظن حتى لو صعدت مارين لوبين اليمين المتطرف في فرنسا، ولا وأستبعد ذلك في ألمانيا لأن هناك
تحالفات كبيرة بين اليسار التقليدي واليمين التقليدي. لكن الحزب البديل في ألمانيا تقدم دكتور. نعم. من الانتخابات الأخرى. ربما سنمر على هذه الجرعة المرة سنمر منها وستكون تجربة ستكون تجربة ويلاحظ المواطن الأوروبي أن هذه الأحزاب هي أحزاب لا تحل المشاكل. فأنا لا أستبعد إخفاق هذه الكتلة في إيطاليا. سنرى نحن عندنا يعني في إيطاليا هناك يعني نظام انتخابي نسبي وهناك يعني لا استقرار. 11 حكومة منذ إيطاليا هكذا 20 سنة. فأنا لا أستبعد أن تكون هناك تجارب مع اليمين المتطرف يصل إلى السلطة ويرى المواطن أن هؤلاء لن يحلون مشاكلهم. وأراهن أن في إيطاليا هذه التجربة ستفشل لأن الاستثمار سيضعف وأن الاتحاد الأوروبي سيضغط. الاتحاد الأوروبي عنده ورقة ضغط كبيرة 70 مليار يورو صوتت عليها الاتحاد الأوروبي لصالح إيطاليا. ولولا الاتحاد الأوروبي ولولا اليورو لانهارت إيطاليا. فسيجرب الناخب الإيطالي أن هذا الأسلوب وهذه الديماغوجية يعني اتضح أنها لا تنفع. ولا تنفع. واضح. وأنا لا أستبعد أن نرى مارين لوبين تصعد إلى السلطة مع زيمور إلى آخره يكون هناك ومع ديبو إنيو ويرى المواطن الفرنسي أن كل هذا لا يعطي النتائج وبالعكس ستكون اضطرابات ومظاهرات. واضح دكتور كميل. يعني عزوف المستثمرين. نعم. وللأسف النتيجة ستكون كارثية بدون أي شك. شكرا جزيلا دكتور كميل الساري أستاذ العلوم السياسية في جامعة سوربون كنت معي من باريس. شكرا لك على المشاركة والإفادة دكتور فرانسوا. خلينا نبقى في الآثار القريبة وحتى البعيدة على أوروبا ذاتيا فيما يتعلق بتقدم هذه المجموعات. هل لها مستقبل برأيك أم أنه يكفي كما قال دكتور كميل أن توضع أمام امتحان قيادة هذه البلدان ثم بعد ذلك سيظهر فشلها وعدم قدرتها على إدارة ملفات حارقة وربما على رأسها الملف الاقتصادي الذي تحتاج فيه إلى أن تبقى جزءا من أوروبا حتى تأتيها كذلك هذه المساعدات؟ نتحدث عن هذه الآثار على المجتمع الأوروبي مع بروز هذه المجموعات. طبعا هناك في أوروبا في كل دولة هناك دستور، والدستور هو أحسن شيء للدفاع عن المواطنين وعن أي رئيس من أي وزير أي حكومة من اليمين المتطرف لا تستطيع أن تفعل ما تريد. هناك دستور يمنعها من ذلك. تغيير الدستور غير 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 يعني غير سهل. ولكن أنا هناك خشية حقيقية على حسن سير مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ليس في كل دولة في أوروبا، الدول الأوروبية محفوظة تقريبا، ولكن مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ظل هذا التوسع والتقدم لليمين المتطرف في فرنسا والسويد ووصوله كذلك للحكم في إيطاليا وخاصة من خلال أداء برلمان الاتحاد وهو ذاك كذلك اليمين المتطرف خاصة في دولة مثل إيطاليا التي كذلك لها الحق في عدد من كبير من النواب الأوروبيين ونسبة كبيرة من التصويت الداخلي. نعم. ممكن أن تغير موازين القوى السياسية داخل البرلمان الأوروبي ويكمن هذا الخوف وهذا تهديد حقيقي. وهذا الخوف كذلك نابع من كون الانتصار الداخلي للأحزاب اليمين المتطرفة لأنها بنت خطابها الشعبوي كذلك على التشكيك في قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة هذه التحديات المحلية وكذلك بنت يعني كذلك حصولها على الكثير من المقاعد
في خطابها الرافض على تدخل المؤسسات، مؤسسات الاتحاد الأوروبي في السياسة الداخلية لدول الاتحاد. نعم. وهناك إمكانية حدوث بريكسيت أوروبي جديد ودعوة للخروج من الاتحاد من قبل هذه الأحزاب اليمينية، وهذا التهديد يمكن ما زال مطروحا على الطاولة. وكذلك يعني هناك يعني يعني اليمين المتطرف في السويد وإيطاليا لا يشكل الأغلبية ولم يربح الانتخابات لوحده، وإنما هو جزء من منظومة كاملة تجمع اليمين المتطرف ويمين الوسط كذلك. نعم. وأنا أعتقد كذلك أن الفوز لتجمع اليمين في إيطاليا كذلك سيغير كثيرا من وحدة الصف في الاتحاد الأوروبي، وكذلك سننظر للشكوك ويكون هناك تخوفات وتهديدات في المستقبل. كذلك عبرت عليها رئيسة المفوضية الأوروبية قبل يومين، ويعني حتى ولو كان مبالغ فيها، ويعني أن هناك ميلوني لا تريد الانسحاب من الناتو، قالت يعني حددت موضعها من الاتحاد الروسي وكذلك من الاتحاد الأوروبي، وقالت تريد إبقاء العقوبات على روسيا. يعني هناك لا نستطيع أن نقول أن اليمين المتطرف هو فقط سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي والضغوط الكبيرة في، ولكن هناك يعني هناك هم ناس سياسيون ويتعاملون مع السياسة كسياسيين كباقي السياسيين. نعم، ابقى معي دكتور فرانسوا، أعود إليك بعد قليل من إيطاليا. ينضم إلي رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية دكتور ياسين لفرم. دكتور ياسين مرحبا بك، شكرا لالتحاقك بنا. حديثنا عن بروز اليمين في أوروبا، وربما طبعا الآن إيطاليا تحديدا آخر الأحزاب اليمينية التي تنضم إلى مجموعة من الأحزاب التي تصدرت الانتخابات في بعض الدول الأوروبية الأخرى. بداية، كيف ينظر الإيطاليون لهذا التقدم؟ هل هم الذين صنعوه؟ ما هي أسباب فوز جورجا ميلوني على سبيل المثال وأحزاب اليمين الأخرى المتحالفة معها؟ وهل يشكل ذلك خطر برأيك على مستقبل إيطاليا وعلى علاقة إيطاليا بالاتحاد الأوروبي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أريد أن أذكر للسادة المشاهدين أن عدد الذين صوتوا لأحزاب اليسارية أو محسوبة على كتلة اليسار أو وسط اليسار تقريبا كان 13 مليون صوت، مع أن تحالف اليمين حصل على 1.5 مليون صوت، أقل من هذا الرقم. إذن الإشكال كان كذلك بسبب تشتت أحزاب اليسار. من الجهة المقابلة أحزاب اليمين استطاعت أن تشكل كتلة أو تحالف سياسي أدى بهم إلى الفوز بهذه الانتخابات. نعم، جورجيا ميلوني حصلت على الأصوات، لكن لا نستطيع أن نقول أن إيطاليا تتوجه نحو الفاشية. حزب جورجيا ميلوني، مع أنه حزب فعلا متطرف وراديكالي في بعض تصريحاته وفي بعض أطروحاته، لكن ليس بالحزب الفاشي. نعم، بين أنصاره وبين كذلك من يعني ينشطون داخل هذا الحزب، هناك من يحن إلى الفاشي لإيطاليا، لكن لا نستطيع أن يعني نحكم عليهم بالمجمل ونقول أنه حزب فاشي. يبقى كذلك أن جورجيا ميلوني صرحت وأكثر من مرة بتصريحات للأسف الشديد يعني تبرهن من خلالها عن كرهها للإسلام والمسلمين، تصريحات لاذعة. يعني هي تستغل بعض الأحداث وبعض المواقف لكي تهاجم الإسلام والمسلمين، وقفات احتجاجية أمام مراكز إسلامية. لا ننسى أن إيطاليا ليس فيها إلا 5 أو 6 مساجد بالقبة والصومعة، باقي المصليات كلها مراكز إسلامية ليس لديها الاعتراف الكامل على أنها دور للعبادة. عندنا إشكالية كبيرة فيما يخص
المراكز الإسلامية وكذلك ملفات أخرى منها المقابر الإسلامية، وإلى الآن لم نتحصل إلى الاعتراف الرسمي من طرف الدولة. لذلك عندنا تخوف وقلق من الحكومة الجديدة، لأن ملف الاعتراف طبعا سيتعثر أكثر وأكثر مع هذه الحكومة. لكن نسعى دائما إلى أن يبقى باب الحوار مفتوحا، لأن إيطاليا يحكمها دستور وهي دولة قانون ودولة مؤسسات، وطبعا هناك عرف أوروبي فيما يخص ملف الهجرة وملفات أخرى. لا تستطيع إيطاليا يعني مع أي حكومة تتصدر المشهد أن تغير من هذا الواقع. طيب، لكن خطاب اليمين مركز كثيرا على الهوية الإيطالية، على القومية، ربما حتى كذلك على النزعة الأوروبية في مقابل الأجنبي الموجود سواء كان مسلما أو غير مسلم. هل يشكل هذا برأيك خطر على تماسك المجتمع الإيطالي؟ عدد المسلمين يزيد، عدد المهاجرين كذلك يزيد بغض النظر حتى عن دينهم، وإيطاليا تشكو من مشكلة التهرم السكاني وهي في حاجة إلى هذه الأعداد. هل وجود هؤلاء فقط فازوا في الانتخابات، هل سيتحول برأيك إلى إجراءات؟ يعني هل ستتخذ جورجيا ميلوني كرئيسة للحكومة الآن ومع الفريق باقي التحالف إجراءات وقوانين جديدة ربما ليست في صالح المهاجرين مما يزيد في هذا الصراع، أم أنها خطابها قبل الانتخابات شيء وربما حينما تتولى قيادة البلاد سيتغير الخطاب ولن تتغير سياسة الدولة كثيرا؟ ما الذي سيحصل؟ نعم أخي الأستاذ سمير، هي جورجيا ميلوني من خلال مواقفها السياسية دائما برهنت عن فعلا جديتها في إقرار أو تمرير بعض القوانين التي تخلق نوع من المضايقة في حق المهاجرين والمسلمين خاصة. دعني أعطيك بعض الأمثلة. تحالف الأحزاب اليمينية يحكم بعض المناطق في إيطاليا، بعض الجهات، وقد تم تمرير بعض القوانين التي يعني تهاجم من خلالها المسلمين خاصة، يعني كفئة مجتمعية. أعطيك مثال لومبردية، وهي طبعا من أهم الجهات الموجودة أو الأقاليم الموجودة عندنا في إيطاليا، قامت بإقرار قانون لمنع بناء المساجد، سمي هكذا القانون يعني من خلال الصحافة الإيطالية، مع أنه قانون يعني يتكلم عن بناء دور العبادة في لومباردية، لكن الكل يعني كان يعرف أن هذا القانون تم اختلاقه لمنع المسلمين من بناء المساجد. يعني لومباردية هذه كجهة كلها ما فيها إلا مسجد واحد وهو مسجد الرحمن في مدينة ميلانو، وتم إقرار قانون حتى لا يبنى أي مسجد ثاني. فالمسلمون في جهة لومباردية يكتفون بالمراكز الإسلامية وبالمصليات الموجودة الغير طبعا معترف. يعني الجهة يحكمها اليمين كذلك. نعم، فلذلك نحن وجدنا أن الأحزاب اليمين بما فيها جورجيا ميلوني طبعا استطاعت فعلا تمرير قوانين. مثلا هناك قانون في جهة ليغوريا هو ضد البرقع، ضد النقاب، وتم إقرار هذا القانون مع أنه يعني عدد النساء اللواتي يضعن النقاب يعني يعد على أصابع اليد الواحدة. فنجد فعلا أن الحزب أو تحالف اليمين عندما يحكم جهة معينة يقوم بإنشاء قانون يبرهن من خلاله للناخبين أننا فعلا نحن جديون عندما نحكم، نقوم بمواجهة المسلمين والمهاجرين عامة بما نقوله في خطاباتنا وفي حملاتنا الانتخابية. لذلك أنا أرى وهذا تخوفي أنه ستكون هناك محاولة من طرف حكومة جورجيا ميلوني لإقرار قانون هي اقترحته أكثر من مرة وهي في المعارضة، وهو قانون مكافحة التطرف الإسلامي، وهذا المقترح موجود في برنامجها الانتخابي، مواجهة أو محاربة التطرف الإسلامي. الإشكال هو كذلك في المصطلح، ماذا تقصد جورجيا ميلوني بالتطرف الإسلامي؟ هل سنحاكم على أفكارنا؟ هل سنحاكم على مبادئنا؟ هل سنحاكم؟ لذلك هناك إشكالية فيما يخص هذه الوعود وكذلك تطبيقها.
نعم. فهذا التخوف هو تخوف مبني على واقع يعني عشناه في بعض المناطق التي تحكمها الأحزاب اليمينية. دكتور محمد الغومقي في باريس، هذا الصعود لن يكتفي بأن يكون متواجدا في حكومة أو في برلمان، سيحاول تمرير هذه الوعود لإثبات لناخبيه أنه يعد ويفي بهذه الوعود، وهذا كما اتفقتم منذ البداية يشكل خطر على المجتمعات الأوروبية في حد ذاتها وعلى تماسك هذه المجتمعات، وربما كذلك دكتور محمد يشكل خطرا حتى على طبيعة العلاقة الأوروبية بالعالم الإسلامي. كيف ستتغير هذه العلاقة؟ في أي اتجاه ستمضي في واقع أوروبا اليوم في حاجة فيه إلى كثير من الدول الإسلامية في مشكل الطاقة الذي سببته الحرب روسيا في أوكرانيا؟ فعلا هناك هذه الأحزاب بين المطرقة والسندان كما يقولون، يعني فهم بالطبع سيركزون على قضية الهجرة غير القانونية، بالطبع سيحاولون يأخذوا يعني قرارات إجراءات قوية جدا من نوع يعني طرد هؤلاء، وتكون بنوع من الإعلام وإبراز بكيف نحن سنطرد هؤلاء الذين يصلون ولا نستقبلهم يعني في بلادنا لأن هناك هجرة غير قانونية. هذا موضوع قد يعني يسيرون فيه إلى آخر يعني آخر مطاف، ولكن الإشكال هو في قضية يعني التعامل مع الأقليات المسلمة التي أصبحت هي مواطنين ليسوا أقليات، يعني فإذا دخلوا في كما قال ضيفكم قبل قليل في منع هؤلاء من أبسط حقوقهم وممارسة شعائرهم وهم يعني مواطنون وهم مقيمون هنا بطريقة قانونية، هذه ستحدث إشكال كبير مع البلاد العربية والإسلامية العالم الإسلامي، يعني أيضا في العنصرية ومحاولة تهميش هؤلاء، يعني في منعهم من الشغل، منعهم من يعني من الوصول إلى مناصب، كل هذا سيحدث إشكال في مع العالم الإسلامي، خاصة كما قلت يعني أن أوروبا الآن تحتاج إلى الغاز، تحتاج إلى الطاقة، وتحتاج إلى صفقات اقتصادية وعسكرية وغيرها. فبالعكس أوروبا مع الحرب مع روسيا الآن يعني أصبحت هي تحتاج أكثر إلى العالم الإسلامي، لأن هناك خطر يأتي من الشرق وهو بعد في إطار هذه الحرب التي يشنها بوتين على أوكرانيا. فأظن أن هذه الأحزاب ستنتقل من اليوتوبيا إذا أردنا من الطوباوية إلى نوع من الواقعية، إذا قلنا أن صح من الجانب السياسي هي فن الواقع، أن تحكم بفن الواقع، والواقع يقول أن لا نستطيع أن ندخل في صراع مع العالم العربي والإسلامي، والحال أن هناك حرب مفتوحة على الشرق، يعني حتى داخليا حتى اليسار واليمين أقصى اليمين سيحاولون أن يؤجلوا صراعهم الإيديولوجي، يعني هناك أولويات اقتصادية واجتماعية. فبالتالي الموضوع الآن صحيح أن هذه الأحزاب ستسعى أن تذهب إلى المسار إلى آخر مطافه، وهو أن تصل إلى السلطة، إلى سدة الحكم، حتى تقول نحن وصلنا، الشعب أوصلنا، الديمقراطية أوصلتنا. ولكن كما قال ضيفكم قبل قليل بأن يعني هذه الأحزاب تصل، ولكن كيف ستحكم وهل ستنجح؟ هذه بالطبع سيحدث إشكال، لأنه في تفرقة المجتمع، وهذه التقسيم وهذه الصورة التي ستقدمها أوروبا أن تعامل بطريقة سيئة يعني الأقليات وتمنعهم من ممارسة يعني شعائر، ماذا سيحدث إشكال مع العالم العربي الإسلامي. نعم. ويعني وبالتالي يعني مستقبلا إذا وصلت هذه الأحزاب إلى سدة السلطة ستكون هناك فعلا يعني دبلوماسيا وسياسيا بعض فترات التوتر، ولهذا لابد من الحكماء والعقلاء في البلاد هذه من الطرفين أن يذهبوا نحو يعني أن نفرق بين يعني أن تدافع عن قضاياك الداخلية، وأن لابد في نفس الوقت هذا لا يكون على حساب هذه الأقليات المسلمة التي تعيش بطريقة قانونية في هذه البلاد. نعم دكتور فرانسوا دي روش، في ذات الإطار يعني برأيك دائما على المستقبل، هل سنشهد مزيد من التشديد على الهجرة؟ وما تأثير ذلك على اقتصاديات هذه الدول كما أشار المحتاجة؟ في ذات الوقت هذه الدول الآن تحتاج إلى مجموعة من الدول في العالم الإسلامي في مشكل الطاقة، هل هذه الحاجة ستشكل ضاغطا
على سياسات هذه الحكومات المتطرفة، وبالتالي لن تكون متطرفة كما كانت تتحدث قبل الانتخابات وسيقع تعديل ذلك، أم أنها ستمضي برأيك بغض النظر عما ستقابله من تلك الدول، خصوصا دكتور دروش وأنت تعرف جيدا هذا أن يعني حكام تلك البلاد العربية والإسلامية لا يكترثون كثيرا حقيقة بالدفاع لا عن الإسلام ولا عن الجالية المسلمة، بل يعتبرون ذلك شأنا خاصا، حتى لو وقع طرد كل المسلمين كثير من هذه الدول ستواصل تعاملها، وقد دخلت في محظورات أشد عمقا مثل التطبيع دون أن يعني تهتم بالموقف الشعبي والموقف الإسلامي. كيف تنظر في طبيعة أو مستقبل طبيعة العلاقة بين هذه الحكومات والعالم الإسلامي؟ طبعا هناك كذلك قواسم مشتركة يعني تجتمع عليها كل أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية دوليا، والإعجاب مثلا إلى حد التحالف مع السيد فلاديمير بوتين، وكذلك كما قلتم الإعجاب والصداقة مع زعماء عرب تسليطيين يعني، والتي لا تتنافى كذلك مع عنصريتهم تجاه المكون العربي المهاجر في بلدانهم. نعرف هذه الذي حصل مثلا في فرنسا أو في دول أوروبية أخرى، وأخيرا كذلك التقارب مع دولة الاستيطان والعنصرية الإسرائيلية رغم أصول هذه الأحزاب المرتبطة بعقائد نازية ومعادية للسامية، والتي يبدو أنها لا تزعج دولة الاحتلال في شيء. والشيء الأخير يجب أن يعني لماذا تنجح هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة؟ لأن كل ما تدافع عنه ليس عار، عندما يدافع اليمين المتطرف عن العمل هذا جيد، عندما يدافع ضد الإجهاض هذا جيد، عندما يدافع على ال 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 ضد المخدرات وضد سرقة السياسيين هذا شيء جيد، ولكن المشكلة أن هناك كذلك على المهاجرين، على العرب، على المسلمين، على كل من يحبون الديمقراطية ويخافون على بلادهم على أوروبا، عليهم أن يتكلموا، أن يفعلوا ويذهبوا كذلك حتى يصوتوا. الذي حصل في هذه البلدان، ولماذا ينجح اليمين المتطرف؟ لأن هناك نسبة التصويت هي من أضعف الأرقام عندنا، مرات 20% 30% من الناخبين في أحسن الأحوال بتقرير يقررون ل 100% من الناس، هذا الأمر غير مقبول. ولهذا السبب كان كذلك اليمين المتطرف كذلك كان يتقرب من اليمين المعتدل، وحتى الحكومات كانت يعني كانت تريد أن تفعل الانتخاب يعني عملية انتخابية واجبا يلتزمه المواطن حتى يعكس يعني حقيقة التركيبة السياسية والمجتمعية في دول أوروبا، وهذا الأمر مهم جدا. ولكن على كما قال كذلك ضيفكم الكريم قبل في بداية الحلقة، المجتمع الأوروبي لم جرب اليمين، جرب اليمين المعتدل، جرب اليسار، جرب اليسار المعتدل، ومع ذلك لم هناك أزمة اقتصادية، هناك أزمة إيديولوجية، هناك خوف من الإسلام، الناس لا تعرف ما هو الإسلام. على المسلمين كذلك أن يتكلموا، أن يفعلوا أفلام، حلقات يتكلموا عن دينهم، وأن يكونوا كذلك مثالا وقدوة لفي هذا الشعب في أوروبا حتى يبقى الخوف. نتكلم عن العنصرية في أوروبا، ولكن العنصرية موجودة في كل العالم. العنصرية موجودة كذلك في الدول الإسلامية وفي دول مثل السعودية، من دول أخرى من الخليج العربي، وهذا الأمر يعني العنصرية شيء إنساني على المهاجرين، على هؤلاء الناس أن يفعلوا البيداغوجية اللازمة حتى يشرحوا أنهم لا يخيفون، أنهم ناس مثل الآخرين، وأنهم يساهموا في هذا المجتمع من أجل إزدهاره ومن أجل طيب دكتور فرانسوا،
دعنا في هذا نسأل دكتور ياسين لافرم اللي هو رئيس الاتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا، يعني يمثل هيئات وكثيرة منتشرة في الجغرافيا الإيطالية من الشمال إلى الجنوب. ما هي المساهمة كما كان يتحدث دكتور فرانسوا ياسين فيما يتعلق بدور الأقلية المسلمة، دور المسلمين في إيطاليا ولا في أوروبا بصفة عامة لصد ما يروجه اليمين المتطرف؟ هناك حقائق يروجها ويقولها، وهناك أكاذيب كذلك يروجها ويقولها لجلب الأصوات. ما هي المساهمة أو الدور الذي لا بد أن يلعبه المسلمون في أوروبا من أجل دحض هذه الأكاذيب وإظهار للمواطن العادي أن المسلم مواطن صالح كباقي المواطنين؟ نعم، أنا أشكر كذلك ضيفك الكريم على هذه اللفتة المهمة جدا، وهي قضية إسهامات المسلمين في المجتمعات الأوروبية. نحن مواطنون أوروبيون، نحن مواطنون إيطاليون، وننطلق من هذه الفكرة اللي هي مفهوم المواطنة. نحن أبناء هذه البلاد، نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع الإيطالي، وبناء عليه نتحرك، نفكر، ننتقد، نشارك، نساهم. أنشطتنا كثيرة فيما يتعلق حوار الأديان، حوار الثقافات، نحاول جاهدين أن ننشر الصورة الصحيحة للإسلام والمسلمين، ليس فقط من خلال الخطابات والكلام الذي ربما ممكن أن يحكم عليه كأنه كلام فضفاض لا أكثر ولا أقل، لكن من خلال المشاركة الحقيقية. المسلمون مندمجون في النسيج الأوروبي، ونتكلم على إيطاليا خاصة، مندمجون في النسيج الإيطالي. الحمد لله نحن نتمتع يعني بحرية كاملة كمواطنين، حقوقنا مكفولة. فعلا عندنا بعض الإشكاليات فيما يخص بعض القوانين التي ربما يعني تنتقص من بعض الحقوق التي لم نتوصل إليها إلى الآن، لكن يبقى الأصل أن المسلمون في إيطاليا لهم يعني وجود ولهم استقرار ولهم قبول. لا يعني هذا أنه ليس هناك خطاب الكراهية، خطاب الكراهية موجود، تنامي الإسلاموفوبية الشديد يعني يظهر يوما بعد يوم. الأحزاب اليمينية وبعض الحركات التي تساندها تقوم بمهاجمة المسلمين بعد كل هجمة إرهابية، طبعا ينظرون إلى المسلمين عندما تقع أي مصيبة في العالم، وهذا طبعا يشكل بالنسبة لنا تحدي يومي، وهو أننا يجب علينا أن نظهر يوما بعد يوم حسن أخلاقنا، حسن جوارنا. يجب علينا دائما أن نبرهن على أن المسلم هو إنسان مسالم، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فنحن نحاول جاهدين أن نطبق تعاليم الإسلام كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تعارض ما بين أن يكون المسلم مواطنا إيطاليا صالحا وأن يكون مسلما محافظا على هويته الدينية، كما هو حال طبعا الديانات الأخرى الموجودة في إيطاليا. ليس فقط الكلام حول المسلمين، لكن يبقى أن المسلمون هم أكبر يعني كتلة دينية بعد الديانة المسيحية في إيطاليا. ومع هذا للأسف الشديد ما زلنا لم نتوصل إلى أن نتحصل على جميع حقوقنا الدستورية وعلى رأسها الاعتراف الكامل بالإسلام رسميا، وهو الذي من خلاله نستطيع أن نتحصل على تمويل من طرف الدولة الإيطالية، نستطيع يعني أن نتحصل على الاعتراف بعيد الفطر، عيد الأضحى، الأكل الحلال في المدارس والجامعات والمؤسسات. فهناك يعني ما زال هناك أشياء كثيرة طبعا سنشتغل عليها في المستقبل القريب. ونحن ماذا عن المشاركة السياسية ياسين؟ المشاركة السياسية والاندماج في الأحزاب كذلك هذا أمر مهم جدا للمسلمين، أليس كذلك؟ نعم، نحن الانتخابات هذه جاءت على حين غفلة، لم تكن متوقعة. الكل كان يتوقع أن حكومة دراغي ستكمل مهمتها إلى 2023، لكن فوجئنا جميعا. ولذلك الحملة الانتخابية كانت في العطلة الصيفية في شهر 8 شهر أغسطس، وكان هناك صعوبات حقيقية
يعني واجهتها الأحزاب وكذلك الناخبين في اختيار من يريدون أن يصوتوا له. فهذه انتخابات صراحة خارجة عن العادة، ولذلك حتى نحن كمسلمين يعني لم نهيئ أنفسنا كثيرا لهذه الانتخابات، وتم التصويت فقط على مسلمين، الأخ أبو بكر والأخت وداد يعني من أصول أفريقية وهم مواطنون إيطاليون وقد دخلوا البرلمان الإيطالي. طبعا إحنا لا نقيس يعني تمثيل المسلمين فقط على نائبين، نحن نرى أن البرلمان الإيطالي والمؤسسات الإيطالية تمثل كل فئات المجتمع ومن بينها المسلمين. ما نأمله هو، بهذا أختم، أن يبقى باب الحوار مفتوح مع هذه الحكومة. نحن كان عندنا حوار مفتوح ودائم مع الحكومة المنتهية الآن، حكومة دراغي، ونأمل أن لا ينقطع هذا الحوار، نأمل أن لا ينقطع المسار الذي يؤدي بنا إلى الاعتراف الكامل. ونحن ليست عندنا أحكام مسبقة على هذه الحكومة، نحن سننظر إلى هذه الحكومة على أنها حكومة تمثل جميع الإيطاليين، تخدم جميع الإيطاليين، وسنقدم أنفسنا بكل أريحية لكي نمد يد العون لعل وعسى أن يكون هناك تعاون فيما بيننا. دكتور غومجي، في هذا الإطار، إطار كيف يساهم المسلمون في ربما تحسين الصورة أو تقديم الصورة الحقيقية، لأن كثير من المواطنين مغرر بهم عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق الوسائل المختلفة في مقابل تقصير كثير من المسلمين في الخروج، في الالتحام مع الناس، في المشاركة الاجتماعية، في المشاركة السياسية. تشعر أن كثير منهم يحب أن يعيش منعزلا بعيدا عن المشاكل الحقيقية، لا يساهم في حل مشاكل المجتمع أو الحي الذي يعيش فيه. كيف يمكن أو ماذا يجب فعلا أن يفعل المسلمون في أوروبا من أجل أن يكونوا طرفا في هذه المعادلة السياسية؟ هناك لابد من توعية حول قضية، كما ذكر ضيفكم، قضية ما مفهوم المواطنة. المواطنة ليست فقط يعني حقوق وواجبات، وهذا مهم جدا، ولكن هناك فكرة المصير المشترك. نحن في نفس السفينة، فإن غرقت السفينة كل الناس تغرق بما فيهم المسلمين. يعني في هذه المجتمعات الشعور بأن هذا الوطن هو وطن الجميع، أنت ابن هذا الوطن، فلا بد أن تفكر في آماله وآلامه وهمومه وتشارك الناس. مع الأسف هناك بالطبع ما زالت يعني بعض الأفكار وبعض الرؤى التي تحتاج إلى مراجعة، وهذا بالطبع داخل المكون العربي الإسلامي، داخل المجتمعات هذه تحتاج إلى توعية كبيرة جدا، والابتعاد عن الطرفين أو ما يسمى الطرف الذي هو يتشدد يعني ومتشدد يعني ومنغلق على نفسه ويعتبر نفسه هو يعني قد امتلك الحقيقة، وينظر إلى المجتمع ما زال بفكرة أنهم هؤلاء كفار. يعني هذا المصطلح وهذا التفكير يعني لابد أن يترى أن يتم يعني توعية الشباب خاصة بأن هذا المصطلح لا يفيد المسلمين، وهذا ليس لا يلتقي مع فلسفة الإسلام التي تقول ب يعني الاختلاف، ولكن الاختلاف المشترك، في وهناك مشترك وهناك نقاط مختلفة وهناك نقاط يشترك فيها الناس. أيضا حتى الطرف الآخر الذي هو غير التشدد، هناك التسيب. يعني مع الأسف هناك، أظن أن ننسى أحيانا الجانب الآخر، هو هذه الشريحة من المسلمين الذين بالنسبة إليهم يعني نوع من الذوبان بشخصيتهم في المجتمعات الغربية باسم أن الحداثة والتطور، فتجده شخصيته يعني هو ليس بعربي مسلم وليس بأوروبي خليط يعني، وليس هناك وضوح، وبالتالي يحاول أن يقلد ولكن ليس له شخصية. هذا أيضا هذا النوع يعني يثير يعني إشكال أيضا، والمطلوب باختصار هو أنه التأكيد على المشاركة في المجتمع. نعم. وبكل المجالات، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ثقافي، علمي، وهناك يعني أدمغة كبيرة، مفكرين ومباحثين في مؤسسات يشاركون، فلابد من يعني التأكيد على هذا المجال، وأن المستقبل المسلمين في بلاد الغرب لابد عن طريق الانفتاح والمشاركة والمواطنة. جيد. طيب دكتور فرانسوا، ماذا يمكن أن تقول في هذا الإطار؟ ضرورة أن يكون المسلمون جزءا من هذا المجتمع بغض النظر على الانتماء الديني، المجتمع يجمع الجميع. المسلمون هم قسم من المجتمع،
وعلى هناك يجب وعي، وعي. لو كان المسلمون يطبقون ديانتهم، الديانة الإسلامية هي ديانة سلام وديانة معاملة حسنة. لو كان كل المسلمون يتعاملون مع الناس معاملة حسنة لكان نجحوا في كل الانتخابات القادمة في أوروبا وفي كل الدول الأوروبية. المشكلة أن هناك المسلمون ينتمون بالأكثرية إلى الطبقة التي الفقيرة في هذه الدول الأوروبية، نعم. تختلف عن الطبقة المسلمة في الولايات المتحدة. هناك على المسلمين أن يكونوا، أنا متفائل أن إذا عليهم الوعي الاجتماعي، ولو الوعي الاجتماعي يأتي كيف؟ بالدراسة، بالعمل، بالتقدم، بالإخلاص، بالإحسان، بهذه الأدجكتيف، بهذه المعلومات التي لا توجد إلا عند المسلمين. لو كنا نريد أن نقول بشكل واضح، فعلى المسلمين أن هم قسم، كما قال كذلك ضيفكم الكريم، نحن في باخرة، وهذه الباخرة فيها مسيحيين، فيها مسلمين، فيها علمانيين، نعم. نحن في هذه الباخرة لأولادنا، لأحفادنا، لمستقبلنا، وإلا ستكون الكارثة مثل كل الكوارث التي تحصل في هذا العالم. شكرا جزيلا دكتور فرانسوا دروش، رئيس منظمة عدالة وحقوق من باريس، دكتور محمد الغمقي الأكاديمي والباحث في الشؤون الأوروبية من باريس، والدكتور ياسين لفرم رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية من إيطاليا. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، الشكر موصول إليكم مشاهدينا. السبت المقبل حلقة جديدة من ندوة المغربية وموضوع جديد للطرح. إلى أن ألقاكم نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.